كنت لا ضد النظام ولا ضد المعارضة ولا ضد أي حزب. أنا بحالي بشغلي وأدير عبالي على أمي وأبوي وبس. مسكوني، كنت جاي من لبنان على الشام وحطوني بالسجن سنة وثمان شهور. التعذيب يعني شيء ما بينوصف، يعني قد ما وصفت ما فيني أوصل ما فيني أوصل الفكرة مزبوط 100%. يعني عم يحطوا الكهرباء بالرجلين، ملاقط كهرباء يحطوها بالرجلين وبالإيدين ويعطوا الكهرباء، بيشغلوا الكهرباء، ما تتحمل دقيقة تكون غميت، ويرجعوا مي ويرجعوا كهرباء، بس ما في كهرباء في ضرب على الرجلين أو على الجسم، كرباج وضرب على الجسم وعلى الرجلين. أنا عندي شرايين كلها مسكرة، برجلي تسكرت الشرايين، يعني هلأ من رجلي صار قطعت إصبعتين من رجلي. بعد ما طلعت قالوا لي أنت ما عليك تشابه أسماء، ما عليك أي شيء، ما أنت عامل أي جريمة، ما أنك عامل أي مشاكل. قلت لهم طيب سنة وثمان شهور على تشابه الأسماء؟ قالوا لي هذا مو شغلك، شالوني كبوني برا. اللي يطلع من السجن، في ناس يطلع يقول لك أنا خلص، أنا متت، أنا تدمرت، أنا بدي انتحر، أنا بدي موت، أنا بدي أعمل. لا، هذا الشيء غلط. بدي كمل حياتي، طبعا بدي كمل حياتي، وهذاك الشيء إن شاء الله بنساه.